عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد بطبيعة الحال لمساندتهم وتشجيعهم ودعمهم، وأيضا أدعو الجميع إلى دعم القناة في اليوتيوب تيغازري جعفر ومتخصصة في المجال القانوني بطبيعة الحال. إذا نستمر في موضوعنا فيما يتعلق بالالتحاق أو الدراسة الولوج إلى أسلاك تكوين مهني وإنهاء الشغل بطبيعة الحال، هو كيوفر وكيحتاج من واحد أربعة المستويات: المستوى التقني، ومستوى التقني متخصص، ثم مستوى متخصص، ثم مستوى ديال التأهيل، بالإضافة إلى البكالوريا المهنية. وبالطبع كيكون التكوين المهني هذا الشغل هو كيدير واحد كيدير في مراعاة جميع الاحتياجات ديال سوق العمل، والحرص على الاستجابة لمتطلبات الهيكل الاقتصادي بكل من المجال الزراعي والمجال الصناعي وأيضا المجال التجاري. و سنتكلم في حصتنا هذه فيما يتعلق بمستوى التأهيل، نستمر في هذا المستوى، والموضوع يكون هو ذاك العامل أو ميكانيكي عامل متعدد الكفاءات، وكتكمن هذه المهمة ديالو الرئيسية هذا الميكانيكي العامل متعدد الكفاءات في إنتاج الأجزاء الميكانيكية على آلات تقليدية عامة، مما يشتغل في شركات مختلفة الإنتاج والصناعات مثل بناء السفن والسيارات والميكانيك العام الميكانيك العامة والدقيقة بطبيعة الحال. ولا يفوتنا أن نقول بأن يفترض في الشروط ديال القبول لهذا المسلك هو أن يكون الحد ديال السن لا يتجاوز 25 سنة، ويكون الحد الأدنى ديال المستوى الدراسي المتطلب هو السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، بمعنى السنة التاسعة ديال التعليم السابق الأساسي فما فوق، ويكون كيتميز هذا المترشح بواحد الصفات وواحد المهارات ديال البراعة والدقة والروح المبتكرة. كل هذا كيطلب واحد الملء ديال ملف ديال الإرشاد، وأيضا اجتياز اختيارات ديال المقابلة. كتجي المرحلة ديال التدريب والتكوين، فلا بد كتعطيه واحد كيحظى وكتعطيه واحد النفس جديد، كيكون قادر على أداء واحد مجموعة ديال الأنشطة مثل إنشاء الملف ديال التصنيع، تنظيم وإدارة التصنيع، أيضا التصنيع باستخدام آلات تقليدية، برمجة وضبط وقيادة آلات أداة ذات مراقبة الرقمي، أيضا إنشاء وتجمع المكونات الميكانيكية الأساسية، وأخيرا الحفاظ على مكان العمل في حالة جيدة. إذا ملي كتكون عندك توفر ليه هذا التدريب وهذا التكوين هذه الأنشطة باش يولي يكون قادر على أداء ديالها، فهذا شيء جميل. كيبقى الآن أشنو هما القائمة ديال المؤسسات اللي كتقدم هذا النوع ديال البرنامج الدراسي؟ فكنوجدوا المحمدية، تطوان، القنيطرة، العيون، الدار البيضاء، مديونة، الرباط. وعيد، القائمة ديال المؤسسات اللي كتقدم هذا البرنامج الدراسي هي المحمدية وتطوان والقنيطرة والعيون والبيضاء ومديونة والدار البيضاء والرباط. إذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأدعو الجميع لدعم قناة يوتيوب تيغازري جعفر، وبالتوفيق والنجاح.